معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه استشاري العلاج الطبيعي ومدير بطوارئ القصر العيني. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وشائك جدا، للأسف بيسبب مشاكل ممكن تؤدي للطلاق وخراب بيوت، والحل بتاعه سهل وبسيط. هنتكلم عن مشكلة اسمها التشنج المهبلي، أو المصطلح العلمي بتاعه اسمه الفاجينيزمس. تمام، يعني ايه تشنج مهبلي؟ التشنج المهبلي ده عبارة عن، من اسمه، تشنج عضلي، تشنج في عضلات الحوض وعضلة المهبل. تمام، العضلة بتاعت المهبل، في عضلة اسمها الهيبوفيسجيس ماسل، دي بيحصل فيها تشنج عضلي، بيبقى بيمنع حدوث العلاقة الزوجية. مهما حصل الزوج بيحس انه كأنه في حائط، سد حائطي، والزوجة بتحس بألم ومنع وبتضطر تمنع الزوج، وبيدخلوا في فيجوس سيركلز زي ما بيقول، أو دايرة الدوائر المغلقة. أسبابه، أسباب التشنج المهبلي، السبب بتاعه ممكن يكون برايمري أساسي، يعني موجود من غير سبب، زي ما تصحى رقبتك معوجة مثلا وجعك، ده تقلص في العضلات، بس هو ما بيتمش اكتشافه غير ساعة العلاقة الزوجية، عشان كده الزوجة ما بتعرفش إن عندها المشكلة دي. ده اللي هو من غير سبب. او ثانوي، ان هي كانت خايفه فعملت انقباض في عضلات المهبل في الاول ايرودي، وبعدين تحول لايرودي، زي بالظبط لما حد عامل عمليه مثلا في كو، وتاني كو خايف يفرده من الالم، ففجاه بقى كو فعلا متني على طول ومش عارفين نفرده، ولازم يبقى فيه تدخل وعلاج عشان نعرف نفرد الكو. نفس المشكله دي بتحصل من تشنج ايرودي تحول لتشنج لايرودي. الاعراض بتاعته زي ما وضحنا في التعريف بتاعه، انه الزوج بيحس انه في سد حائطي وما بيحصلش علاج ابدا ابدا، خصوصا في حالات التشنج المهبلي الشديد والمتوسط، استحاله يحصل علاج. صعوبه التشخيص بتاعته، انه يعني ليه صعب نشخص المشكله دي؟ انا بشوف ان صعوبه المشكله دي صعوبه تشخيصها. ليه صعب ان احنا نشخصها؟ هنقول ليه صعب. اول حاجه، ان المشكله دي بيبقى المتعارف عليها، ما يبقى فيه مشكله من النوع ده، طب نروح لدكتور امراض نساء. دكتور امراض النساء بيكشف على الزوجه من ناحيه التناسليه، بيلاقي الجهاز التناسلي سليم، فيقول لها انت ما عندكيش حاجه، واللي يقول لها انت بتتدلعي، فيزود المشاكل الزوجيه اللي بينها وبين الزوج، وهي فعلا ما بتتدلعش. تمام، وهي فعلا عندها مشكله حقيقيه، فتزيد المشكله اكتر. الدكتور بيقول ان انت بتتدلعي، ودوائر كتيره بقى بيدخلوا فيها، ومحدش يعرف ده المرض ده اسمه تشنج مهبلي، تشنج عضلي، ان المشكله بتبقى في العضلات وليست المشكله بتبقى في العضلات وليست في الجهاز التناسلي. طيب، من طرق العلاج الخاطئه اللي بيقترحوها عليهم الناس، او بعض الناس اللي هم مش فاهمين يعني ايه مشكله تشنج مهبلي او تشنج عضلي مهبلي، طب تعالي نعمل لك عمليه توسيع. طبعا غلط جدا يا فندم، العمليه بتتعمل وبنفقد ميزه عندنا، انه لان المشكله مش في الحجم، ان الحجم صغير دي ميزه وبتساعد الزوج بعد كده في انه الانتصاب بتاعه يكون زياده، وهتفقد الميزه دي مش هتحل المشكله. ومعظم الناس للاسف اللي شفتهم عملوا العمليه دي جم بالمشكله وما اتحلتش، وكان عندهم مشكله التشنج المهبلي موجوده، وفقدنا الميزه والمشكله موجوده، لان اللي مانع الدخول وجود تشنج في عضلات المهبل، مش او في عضلات الحوض. النقطه الخطا الدارجه الثانيه اللي بتتقال لهم، طب تعالوا نحقن بوتوكس. طيب، احنا في تعريف التشنج المهبلي عرفناه ان ده تشنج في عضلات المهبل وفي عضلات الحوض. تمام، طيب هو بيحقن عضلة المهبل وبيسيب عضلات الحوض، فبتفضل المشكلة موجودة لانه محلش المشكلة. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، ان التأثير بتاعه مؤقت وفي نفس الوقت محلليش المشكلة، وبعدين يرجع يقول لها طب معلش اصل العضلات منقبضه قوي، احنا لازم نكمل بعلاج طبيعي بعد ما يكون الناس عملوا البوتوكس على الفاضي. النقطه الرابعه، ان هو منع الحمل لفتره طويله، لان البوتوكس عباره عن سم، فده يمنع الحمل لفتره طويله جدا جدا، ما تقلش عن 7 شهور. ممنوع ان يحصل حمل في الفتره دي، ان المكان ده فيه سم وممكن يحصل تشوه للجنين.
كل ده بلس بقى انه على المدى الطويل المكان ده احنا عملنا شلل مؤقت للعضله في كام شهر، ممكن يحصل لها حاجه اسمها ستريس انكونتيننس، تيجي تعطس او تكح ينزل منها نقط بول. طيب في نصيحه مهمه قوي بحب اديها للزوج في الحاله دي، ونصيحه مهمه قوي بديها للزوجه. النصيحه اللي بحب اديها للزوج بقوله ان مراتك ما بتتدلعش، مراتك ما عندهاش مش ممتنعه عنك، مراتك عندها مشكله ودورك الحقيقي انك تقف جنبها وتعمل لها سبورت لحد ما نعدي الازمه دي. تمام. النصيحه اللي بحب اديها للزوجه دايما اقول لها ان في شعره صغيره بين الخوف الطبيعي، انت خدتي حقنه وجعتك، طبيعي ان انت تاني مره لما تيجي تاخدي حقنه انك تتوجعي، بس مش هعرف اخد الحقنه لان الحقنه دي هتخفف لي، هتسكنني الالم، هتعالجني، هتغير لي حياتي، هاخدها حتى لو هتوجعني، لكن خايفه ده طبيعي ومحدش هيلومك عليه، الخوف مفيش منه اي مشاكل، لكن لما يتحول الخوف لمرض نفسي يعني لمرض اسمه الفوبيا، ده بقى هيدخلنا في تراك تاني وطب نفسي، وانا بشوف الطريق ده يعني دارك تانل، طريق مظلم، لان احنا مش عارفين اخره فين، وادويه النفسيه بيبقى ليها اثار جانبيه، وممكن الموضوع يطول. احنا معانا هنقول لك 1 2 3 3 مرات هتبقي عارفه اخرك فين، لكن الطريق ده بقى طريق مظلم، ممكن يقعد سنه، ممكن يقعد 3، ممكن يقعد 5، ممكن يقعد يومين، ممكن يقعد شهر، ما انتيش عارفه اخرك فين، وفي الاخر محدش هياخد القرار غيرك انتي. فنحاول نتحكم في مشاعر الخوف عشان نقدر نحل المشكله. طيب سؤال دكتوره رانيا، اذا تحكمنا في مشاعر الخوف هل نتائج العلاج ده مضمونه؟ هقولك ان شاء الله باذن الله نتيجه العلاج، انت تعرفي مين العلاج ده مضمون ولا مش مضمون. بنطمن اكتر حاجه في الدنيا لما يكون فيه طرق قياس، يعني احنا واحنا بنجيب الجهاز اللي بيعالج التشنج المهبلي ده من الاتحاد الاوروبي، قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا في جهاز بيطلع صوت، وفي جهاز بيطلع زي رسم القلب اشارات، وفي جهاز ثالث بيطلع ارقام. احنا اخترنا ادق حاجه مع ان الفروق كانت كبيره جدا بين الاجهزه، بس احنا اخترنا اعلى واحسن حاجه تدينا طريقه تقييم مظبوطه. فهل النتيجه مضمونه؟ احنا بنشوف يا فندم الانقباض بتاع العضله هي كانت منقبضه قد ايه، والانبساط بتاع العضله. عايزين بس نطمن الناس انه في الكشف ما بيحصلش اي دخول الا بعد ما بنرخي في العلاج عضلات الحوض الاول قبل ما يحصل دخول. خلاص، فاحنا العلاج ان شاء الله نتائجه مضمونه لان بنشوف درجه الانقباض ودرجه الانبساط. طيب طريقه العلاج، بنعمل 3 زيارات، بنعمل في كل مره جلستين في اليوم، جلسه على الحوض وجلسه على المهبل، بنرخي حضرات الحوض خالص عشان يكون الدخول للمهبل سهل. اول جلسه دي عندنا فيها اكتر من هدف، اول هدف نطمن ان الحائط اللي كان موجود او السد اللي كان موجود البلوك ده خلاص اتفتح وحصل دخول للبروك، وان احنا نشوف اي رقمين على الجهاز يقولون ان في انقباض وفي انبساط. واهم حاجه اللي بيحصل للزوجه برده انها مهما نقول لها تبقى خايفه، حاجه اسمها سايكولوجيكال اشورنس، ان هي بتطمن انه في حاجه دخلت داخل قناه المهبل، وان هي ما بقتش خايفه ولا حاجه، لان الهاجس اللي كان جواها ده راح. تاني مره بنعمل جلسه على الحوض عشان نزود الارتخاء، وبنوصل لرقم اقل بكتير، النص تقريبا، وفي اخر مره بنعمل ارتخاء كامل لعضله المهبل، وبنعلم الزوج والزوجه الوضع اللي يحصل منه العلاقه، لان الوضع التقليدي غالبا ما بينفعش في عمليه التشنج في التشنج المهبلي في الفتره الاولى، وبنديهم ايام الطبيب عشان ان شاء الله نسهل انه يحصل حمل في اسرع وقت. يا ريت نكون في ليكوا في حلقة النهاردة. تحياتي.